من فوق سفارة آل خليفة في لندن وطالب بالإفراج عن المعتقلين المحكومين بالإعدام، وما راح أنزل من فوق السفارة إلا من بعد ما يتم الإفراج عنهم أو إيقاف توقيف أو إيقاف حكم الإعدام عليهم من قبل حكومة آل خليفة في البحرين. يا اسقاط حمد، يا اسقاط حمد، يا اسقاط حمد، يا اسقاط حمد، كلا كلا للإعدام من فوق سفارة آل خليفة في لندن، كلا كلا للإعدام، كلا كلا.